بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء أمور الصف الثاني الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض الأداءات والتقييمات للأسبوع السادس للصف الثاني الابتدائي في مادة الرياضيات، وهسيب لك رابط لو عايز تحمل الأداءات والتقييمات للأسبوع السادس في الوصف تحت الفيديو. نبدأ بالأداء الصفي. الصف الثاني الابتدائي الأسبوع السادس الأداء الصفي. أجب عن الأسئلة التالية: رقم 1، أكتب الأعداد الآتية بالصيغة الممتدة. الأعداد الآتية 542 هنكتبها بالصيغة الممتدة. يعني إيه بالصيغة الممتدة؟ يعني العدد بقيمته، قيمته كام في الأحاد، وقيمته كام في العشرات، وقيمته كام في المئات. 2 في الأحاد تساوي 2، 4 في العشرات تساوي 40، 5 في المئات تساوي 500، باء 316، 6 في الأحاد تساوي 6، 1 في العشرات يساوي 10، 3 في المئات تساوي 300. رقم 2، أكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية. الصيغة الرمزية اللي هي الكتابة العادية زي 542 وهكذا. يبقى 543 نكتبها بالصيغة الرمزية 543، باء 352 نكتب 352. 3، أكتب الأعداد الآتية بالصيغة الكلامية. هنا 3 هنكتب بالصيغة الكلامية 3، 7، 7. رقم 4، أكتب الصيغة بالأرقام لكل من الأعداد الآتية. هنا الأرقام وهنا الحروف، 11 يعني 11، طيب باء 14 يعني 14. 5، صل ما يلي: ألف أنا معي العدد 224، من معه العدد 353، هبحث عن البطاقة اللي مكتوبة فيها فوق 353، هي البطاقة جيم 353، وهلاقي العدد اللي تحت 224، يبقى هنوصل ألف بجيم. باء أنا مع العدد 132، من معه 432، هتلاقي 432 فوق، يبقى هنوصلها باء بدال. رقم 1، أكمل ما يأتي: ألف 571 يساوي، مكتوبة كلمة أحاد، 1 في خانة الأحاد، و7 في خانة العشرات، و5 في خانة المئات. باء 649، 9 في خانة الأحاد، 4 في خانة العشرات، 6 في خانة المئات. رقم 2، اكتب الاعداد الاتيه بالصيغه الرمزيه. الصيغه الرمزيه زي ما احنا عارفين الكتابه العاديه بتاعتنا، 30 زائد 200، يبقى هنكتب 230. باء 4 زائد 700، كده ما فيش عشرات، 4 في الاحاد و700، يبقى ما فيش عشرات، نكتب 704، العشرات هتبقى صفر. 3، لون الصوره الرمزيه المناسبه للعدد. 8، جرانا كلمة ثمانية، هنشوف الثمانية، ثمانية هنلونها. باء 5، 5 هنا 50، 15 وادي الخمسة. 4، لون الصورة الرمزية المناسبة للعدد. 13، 13 يعني 13، 3، 13، 30. باء 50، 50 طبعا اللي هي 50. 5، اختر الإجابة الصحيحة. ألف عدد به 5 في خانة الأحاد، 5 في خانة هي الأحاد، و8 في خانة المئات، يبقى أنا هبحث عن العدد اللي هو 5 في الأحاد و8 في المئات. 5 في الأحاد هي و8 في المئات، يبقى اللون 825. باء عدد به 6 في خانة العشرات و7 في خانة المئات، 6 في العشرات، 6 في العشرات و7 في خانة المئات، يبقى اللون 761. اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الممتدة. بالصيغة الممتدة زي ما احنا عارفين هنكتب العدد بقيمته، 4 في الأحاد تساوي 4، وأنا عندي هنا في العشرات 3، 3 في العشرات تساوي 30، والمئات 2 تساوي 200، 234. باء 3 في الأحاد تساوي 3، 2 في العشرات تساوي 20، 1 في المئات يساوي 100، 123. اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية. بالصيغة الرمزية بنشوف العدد ونكتبه كامل: 6 في الأحاد، 3 في العشرات، 2 في المئات، يبقى 236،
236، 2 في الأحاد 1 في العشرات 2 في المئات 212. 3. اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الكلامية. الأعداد الآتية أدي 2 4 6، نكتبها بالصيغة الكلامية يعني بالحروف، 6 تن. وهنا 9، هنكتبها بالصيغة الكلامية 9 تن. رقم 4، اكتب الصيغة بالحروف لكل من الأعداد الآتية. بالحروف دي 3 عشرات يعني 30، بالحروف هنكتبها 30. باء هنا 9 في الأحاد و1 في العشرات يبقى 19، هنكتبها بالحروف 19. 5، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية. الصيغة الرمزية هنا 700 زائد 5 أحاد يبقى 705، مفيش عشرات. باء 325، 300 يعني 300 و25 يعني 25 يبقى 325. ننتقل إلى الأداء المنزلي. أجب عن الأسئلة التالية: 1، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الممتدة. 731 هنكتبها بالصيغة الممتدة زي ما قلنا، العدد بقيمته 1 في الأحاد تساوي 1، 3 في العشرات تساوي 30، 7 في المئات تساوي 700. باء 265، 5 في الأحاد تساوي 5، 6 في العشرات 60، 2 في المئات 200. ورقم 2، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية. 4 زائد 90 زائد 800 يبقى 894، 894. باء 1 زائد 20 زائد 100 يبقى 121. اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الكلامية. الصيغة الكلامية 2، 2، 5 هنكتب 5، 4، اكتب الصيغة بالأرقام لكل من الأعداد الآتية. أدي الأرقام وأدي الحروف، 12 يعني 12، 17 يعني 17. صل ما يلي: أنا معي العدد 253، من معه العدد 498. هنشوف العدد اللي مكتوب فوق 498، ادي 498، هنلاقي اللي تحت 253، يبقى نوصل الالف بدال. باء انا معي العدد 761، من معه 924، ادي 924 واكيد 761 اللي تحت نوصلها بيها. 1، اكمل ما ياتي: الف 318، 8 في خانة الأحاد، 1 في خانة العشرات، 3 في خانة المئات. باء 123، 3 في خانة الأحاد، 2 في خانة العشرات، 1 في خانة المئات، 123. 2، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية: 500 زائد 8 يبقى 508. باء 60 زائد 900، 960. 3، لون الصورة الرمزية المناسبة للعدد. مكتوبة هنا 4، فين 4؟ أحسنت، رقم 4 في النص. 9، فين التسعة؟ أدي التسعة. رقم 4، لون الصورة الرمزية المناسبة للعدد: 90، 90 يعني 90. 15، 15، 15. 5، اختر الإجابة الصحيحة: ألف عدد به 3 في خانة الأحاد، 3 في الأحاد و9 في خانة المئات، 3 في الأحاد و9 في المئات، يبقى العدد الأول 953، لأن هنا 9 في المئات ولكن في الأحاد 6، وهنا 3 في الأحاد ولكن في المئات 5. باء عدد به 8 في خانة الأحاد، يبقى في الأحاد 8 و1 في خانة المئات، 1 في المئات اللي هو دوة، ودي 8 في خانة العشرات 182. رقم 1، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الممتدة. رقم ألف 1 في الأحاد يساوي 1، 1 في العشرات يساوي 10، 1 في المئات يساوي 100، 111. 2 في الأحاد تساوي 2، 2 في العشرات تساوي 20، 2 في المئات تساوي 200، 222. اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية: 5 في الأحاد، 2 في العشرات، 3 في المئات، يبقى 325، 325. 2 في الأحاد،
أربعة في العشرات اتنين في المئات 242 242. تلاتة، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الكلامية 2 4 6 7، نكتب سبعة، وهنا 2 4 6 8 10، عشرة. اكتب الصيغة بالحروف لكل من الأعداد الآتية، تلات عشرات يعني 30، هنكتبها بالحروف 30، واحد في العشرات واحد في المئات يعني 110، نكتبها 110. خمسة، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية، 6 عشرات زائد 3 مئات، 3 مئات 300، و6 عشرات 60، يبقى 360. باء، 431، 400 يعني 400، 31 31، يبقى 431. التقييم الأسبوعي، الأسبوع السادس، أجب على الأسئلة التالية. رقم واحد، أكتب الأعداد الآتية بالصيغة الممتدة، 254، 4 في الأحاد تساوي 4، 5 في العشرات تساوي 50، 2 في المئات تساوي 200. باء، 234، 4 في الأحاد تساوي 4، 3 في العشرات تساوي 30، 2 في المئة تساوي 200. 2، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية، ألف، 5 زائد 60 زائد 900، 965. باء، 7 زائد 80 زائد 200، 287، 287. 3، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الكلامية، 4 هنكتبها 4، و9 9. 4، اكتب الصيغة بالأرقام لكل من الأعداد الآتية، الأرقام والحروف، 15 طبعا يعني 15، و19 يعني 19. صل ما يلي: أنا معي العدد 547، من معه؟ 222. هبحث فوق عن 222، 222 هلاقيها هنا، يبقى تحت 547، هنوصل ألف بدال. أنا مع العدد 298، من معه؟ 125، 125 وتحت 298، نوصل باء بجيم. أكمل ما يأتي: ألف، 897، 7 في خانة الأحاد، 9 في خانة العشرات، 8 في خانة المئات. باء، 432، 2 في خانة الأحاد، 3 في خانة العشرات، 4 في خانة المئات. 2، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية، 1 زائد 500، يبقى 501، 90 زائد 800، 890. 3، لون الصورة الرمزية المناسبة للعدد، ألف، 1 طبعا، 1 اللي هي في النص. باء، 6، 6 اللي هي 6. 4، لون الصورة الرمزية المناسبة للعدد، 60، 60 فين الستون اللي هي 60. باء، 18 يعني 18. 5، اختر الإجابة الصحيحة، عدد به 1 في خانة الأحاد، يبقى أنا كده هبحث في الأحاد عن 1، و3 في خانة المئات، هبحث عن المئات، المئات 3 والأحد 1، هنا المئات 7، هنا المئات 3 وهنا الأحد 1، يبقى هو 321. باء، عدد به 9 في خانة العشرات، 9 في العشرات و1 في خانة المئات، يبقى أنا كده 1 في المئات و9 في العشرات، 1 في المئات و9 في العشرات 195. 1، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الممتدة، 1 في الأحاد يساوي 1، 2 في العشرات 20، 1 في المئات 100، 121. 4 في الأحاد تساوي 4، 2 في العشرات تساوي 20، 2 في المئات تساوي 200، 224. رقم 2، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية، 4 في الأحاد 1 في العشرات 300 في المئات، يبقى 314، 314. باء، 6 في الأحاد 3 في العشرات 2 في المئات 236، 236. 3، اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الكلامية، هنا 5 نكتب 5، وهنا 2 4 6 8 و10 18، 18.
اكتب الصيغة بالحروف لكل من الأعداد الآتية. طبعا هنا 20 هنكتب بالحروف 20، وهنا 2 و100 102 102. اكتب الأعداد الآتية بالصيغة الرمزية: 4 عشرات زائد 1 مئات، 1 مئات يعني 100، و4 عشرات يعني 40، يبقى 140. ب 634، 600 يبقى 600، و34 34، 634. كده ان شاء الله نكون قد انتهينا من مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي وتقييم الاسبوع السادس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.